في اليوم الحادي عشر من رمضان تستمر حملة رؤيا الخير، وهي حملة لمد يد المعونة والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم. تنفذها قناة رؤيا بالتعاون مع عدة جهات داعمة. اليوم نروي لكم قصة السيد أبو محمد. سلامتك، ايش مالك؟ والله تعبان يا خالد، نايم بالدار صلي فتره. صلك فتره ليش مش قادر تطلع؟ مش قادر، تعبان والله. متجوز، هي عندي عيال، عندي 15 نفر. ما شاء الله، الله يحفظك. كيف تحفظ، كيف تصرف على البيت و حضرتك تبع؟ ما في يعني، هذا ماخذ باخذ 25 ليره من جمعيه الفاروق لجنة الزكاه. هذا هو دخل البيت فقط؟ بس هذا هو دخل البيت. عندنا هنا 5 أنفار و8 أنفار في الدار الثانية. يعني تقريبا 13 نفر. احكي لي. يا الوضع تعبان، بنبيع شبس، بنبيع بسكوت، هيك. أكيد هذا الإشي مش كافي له. والله وضعنا تعبان، شو بدنا نسوي؟ أنا ما إلي أولاد كبار يعني. أولادك كلهم صغار وأكيد مش قادرين. والله صغار. مين ببيع طيب؟ احنا هين واحنا قاعدين، يعني ما في بيع يعني، بس هيك خفيف للحارة. هون حارة بس، فيش يعني. وهذا هو الدخل الوحيد للبيت؟ والله ما في غير هو. الله يفرجها يا رب، ويشفي جوزي، يحمل كل شيء. كان بيشتغل ويصرف على أولاده يعني، بس هسه والله الله بيعلم في حالته، ربنا كله بيعلم في حالته. والله ما في حتى لا قريب ولا غريب يعني إنه بفوت عليهم البيت أبدا، على الله.